منو معانا؟ معانا احد الجاليات من منطقه المهبوله. يلا سناء الله، السلام عليكم. وعليكم السلام اخوي، شلونك؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ الله يسلمك، الحمد لله. اول شيء انا مشكور على حكومه كويتيه وكل الناس اللي تعبين على هذا. بس there is something if I want to talk in English no problem. لا تفضل قول. See اخوي، there is problem because we are in complete curfew. There is situation in the morning. Yes. From morning to 4:30, the people everywhere is there on the road, in the market. Any crossing infection is there. Which area this one? So, this Mahbula. Okay. Area 1105, this street 105. Okay. If you will come and see hotel مفتوح، يعني مطعم كله مفتوح. مطعم مفتوح، اوكي. انت قاعد تقول لنا وايد زحمه، بقالات الجمعيه زحمه، كل مكان زحمه. اي يا اخوي. حلو. وفي في دور ولا ما في دور؟ لا لا في دور، بس if we will see the situation of this one, the corona situation. Yes. We should be in our places. The complete curfew mean يعني should be in our places. ايه اوكي. You see this we have most of the labor here يعني اكثر اعمال عندنا هنود وبنغلاديشي اور ثاني مصريين، هذا ثلاثه، وحنود تدري في اكثر شيء فيها كورونا، يعني مخلوق الله، يعني انا ما اقول شيء بس. اوكي سناء، وير يو فروم؟ I'm from Pakistan. Pakistan. اوكي. So we are with the family. We cannot go out. Okay. And we don't want to go out. Okay. But there is my suggestion, if the company owner in every building, okay, he will take responsibility and he will come and feed the people, feed his, give the food to his labor. Then, alhamdulillah. And every building should be stay inside. Okay. Bravo. Bravo. Okay. Okay. Bravo. Bravo. Okay. انت قاعد تكلم الاخوان في اللغه، مشكور. سناء طبعا اخونا قاعد يتكلم انه والله لازم الكل يقعد، وانا اشكرك والله يا سناء، شكرا 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 والله انك اول شيء تتابعنا، شكرا انك انت بلغت يعني الجاليات اللي انت عندك بالرساله اللي انت عندك، وانا ابغى اطلب منك انك تتكلم هندي اصلا. الرساله حق الاخوان، محمد تكفى حط لي رقم تليفونه، ابي انا بتكلم وياه، ابي باكر ادش وياه مداخله، ابي يعطي رساله باللغه الهنديه او الباكستانيه عن طريق البرنامج، والزحمه والامور وهالشغلات. شكرا سناء الله ومشكور، يعطيك العافيه. ام خالد مساك الله بالخير. الله يجزاك خير. الو موجود هذا سناء ولا راح؟ الو ام خالد، ما ادري. يعني انا صراحه سعيد في الاتصال مال سناء، ويعني فعلا كلامه واضح، يقول لك زحمه في كل مكان، ان في عدد منهم يعني في تلاصق بينهم وبين بعض، ما في يعني استجابه حق الاوامر اللي قاعد تجي لهم. الجاليات اللي موجوده هناك قد تكون مو فاهمه الوضع، ويتمنى انهم يقعدون في البيوت على اساس ان العدد كبير، خاصه من الجاليه الهنديه. وانا الكلام قلته قبل يومين، واليوم قلته بالمقدمه، نحتاج توعية. يعني أنا واحد ما عندي مشكلة، هذا والله موجود، والله أنا راح أدق عليه تليفون، واتصل في تليفون، حتى لو أسجله تسجيل، لو أسجله تسجيل وأحصل لي واحد، وكل يوم بالبرنامج أحد رسائل. يعني الحمد لله إذا هذين الإخوان قاعد يتابعونا في المابولة، مشكورين، يعطيهم العافية، نوصلهم رسائل يا أخي، على الأقل يا عمي نسجلهم ونزلهم على اليوتيوب، ويمكن أنت والناس تأخذونهم ترشونهم واتسابات حق السواق حق العالم. ما في، لازم يصير في توعيه اكبر من كذي. الاعداد اللي قاعد تشوفها خطيره، الارقام كبيره، فعلى اساس كذي احنا نبي التوعيه اكثر واكثر. ابو حمود مساك الله بالخير.